when the revolution started in Syria, I was out of Syria. So I went back in mid-2011. I co-founded Kishmalek. Kishmalek is a Syrian civil society organization supporting education there. So now we have many schools in Aleppo province providing social and psychological support. In the past 5 decades, the regime targeted any form of civil society in Syria. So the civil society, when the uprising started in 2011, was weak, exhausted, and had no power or influence in the streets. And then it started to evolve, and people started to gather in certain groups to plan their activities and organize themselves to achieve what they wanted to do or change in the society or on the state level. ضاع المجتمع المدني والنشاط والمبادرات اللي عم بيقوموا فيها المجموعات السورية بهذا السياق العام. In part of the country, the civil society is running that part of the country. There is no government, there's no services, there's no institutions, and the civil society is taking care of all those services. رئيفة هي امرأة من إدلب ونتيجة القصف والبرامير المتفجرة كان في كتير أطفال ما عم يقدروا يسمعوا صوت القصف لأنه عندهم مشاكل بالسمع. رئيفة حاولت تساعد هاي الأطفال وتنقذ حياتهم من خلال توفير أجهزة سمع. لما جابت لهم إياها للأطفال قدرت هي تنقذ حياة أقل ما يمكن 20 طفل من خلال أنه وضع جهاز السمع، صاروا يقدروا يسمعوا صوت القصف قبل ويتخبوا. النساء لهم دور كتير كبير بهذا المشهد، ولكن مرة أخرى هن يعني بطلات في الظل، لأن الظروف اللي عم يشتغلوا فيها هي ممكن تحطهم بخطر أكثر ما تحطهم بأمان. يعني اليوم المجموعات النسائية اللي عم تشتغل بدير الزور بالبيوت عم تجمع سواء أطفال لتقديم تعليم، ما حدا بيعرف فيهم، مو لأنه هن متواضعات فقط، وإنما هن بيعرفوا باللحظة اللي هيدي المبادرات رح تنعرف رح تنقتل بنفس اللحظة. نفس الشيء بدمشق وباقي المناطق اللي في بيسيطر عليها النظام. القوية اللي قادرة عم بتعيل أسرتها، قادرة عم بتنظم حياتها، عم بتساعد الآخرين، حتى عم بتكون عم بتأسس لمشاريع صغيرة أو لمبادرات لدعم المجتمع المحلي. بطلات بدون أدنى شك هن بطلات. بطلات لأنه هن دائما للنساء في عندهم تحديين بكل شيء. التحدي الأول هو السائد، والتحدي الثاني لأنه هن النساء، وليس فقط في سوريا، في كل العالم. بعتقد أهم دعم ممكن يقدمه الغرب للمجتمع المدني السوري هو بالمرحلة الأولى أنه يآمن فيه، يآمن وأنه هو
في منه جدوى عم بيعمل تأثير على الأرض، حتى لو نحن أو اللي عم بيدعم هدول المشاريع ما عم بيشوف نتائج لحظية أو آنية، بس لازم يآمن أنه على المدى البعيد في نتائج من هدول المشاريع، في نتائج من هذا الحراك المدني بسوريا أو مع السوريين وين ما كانوا. I think the US government has a big role to play on the political level to reduce violence and to find a solution for the conflict, and then the civil society will have a better environment to operate and work, and then it's going to evolve and will achieve its goals gradually. بينما الإعلام الغربي هو دائما بيكون التركيز على النزاع المسلح، عم بيحاول يركز على موضوع الإرهاب التطرف داعش، وعم ينسى بالتغطية الهدف الأساسي أو ليش صار في عنا وصلنا لمرحلة من النزاع، إنه نحن كان الشعب طلع ليطالب بالحرية، ليطالب بإسقاط نظام هو ديكتاتوري. The biggest problem is they don't focus on the efforts that the civil society is doing in Syria. The Syrian civil society is fighting different battles at the same time. We have the regime, we have the radical groups, and we have the armed groups in general. We think that even if you bring about the change in violent means, that doesn't mean you're going to have a democratic or pluralistic society. You can't defeat terrorism militarily. It's impossible. Terrorism should be defeated politically and economically. لأن المجتمع السوري المدني لا زال ناشط، لا زال عم بيحارب. وبرأيي إنه هون في كريدت لهذا المجتمع المدني، إنه بالوقت اللي كل العالم كل الحكومات عم بتحاول تركز على السياق السوري باعتباره هو سياقين، هو إما الأسد أو إما داعش، لسه المدنيين عم بيقولوا إنه لا، نحن عنا قصة مختلفة، عنا صوت مختلف، نحن بدنا نبني هذا البلد، مو بدنا ندمره، بدنا حدا يطلع منتصر. الناس كتير واعيين إنه بهي الحرب ما في منتصر.